يا صباح الخير عن جديد لكن ستات البيوت اللي فاقوا يمكن كانوا غفيانين وفاقوا على هالاصوات اللي عم تطلع برا عن جد تقولوا اليوم شتاء عن جد وحتى حاسه حالي بالليل مو الصبح. اليوم رح نعمل اطباق لذيذه لعشاء الباستا، رح نعملها بطريقه هيك نوعا ما يعني حنشتغل على الشكل حيكون كثير ظريف. هلا اول شيء رح اعرفكم على المقادير، رح نعمل طبعا نوعين، حنعمل بالصلصه الحمراء ورح نعمل الباستا تبع السلطه البارده كلياتنا بنعرفها. هلا اول شيء رح احتاج بالنسبه للسلطه هون حاحتاج عندي ذره، فليفله ملونه حمراء وخضراء، عندي مايونيز رح احتاج، طبعا حاحتاج كاتشب، هون في عندي معكرونه، اي شكل انتم بدكم اياه للسلطه ممكن تحطوه، حاحتاج بندوره. هلا للنوع الثاني، حاحتاج بندوره خضراء، اشقوان، في عندي هون جزر مقطع صغير، هون في عندي بصل، لحمه، ملح، فلفل، وعندي هون اوريجانو وزيت وسمنه، هذا كل شيء رح احتاجه، يعني اكله طيبه لذيذه دائما. وقت منوقف لمرحله شو بدنا نعمل اكل ومحتارين عم نعزل او شيء بنعمل معكرونه، بس اليوم المعكرونه هيك نوعا ما حتكون شكل كتقديم للضيوف اكثر. هلا حنشوف انا وياكم كيف. هلا هون بلشت عندي انا المي تغلي، رح اضيف عندي هون شوي من الزيت النباتي عشان ما تلزق. هلا لاول للصلصه الحمراء انا بدي اياها بصراحه سباكيتي، للسلطه لسلطه المعكرونه ما عندي اي مشكله، اي نوع انتم بتحبوه مثل ما هن. رح اقيمهم وننزلهم وحاتركهم هيك لحتى هن لحالهم هلا بيرخوا وبينزلوا، انا ما بدي اياهم ابدا يتكسروا لانه انا بدي اعمل فيهم شكل كثير لذيذ كثير حلو. هلا اللي له مرق بالباستا رح يعرف شو رح اعمل فيهم. هلا خلينا نبلش بالصوص الباستا الحمراء. اول شيء رح اضيف هون عندي معلقه سمنه، رح اضيف هون عندي بصل، ونحرك حميتها قبل بوقت، نقوي شوي. هلا طبعا هلا انا الحشوه فيكم انتم تتحكموا فيها، هلا بس تشوفوا الشكل النهائي، انتم شو بتحبوا تحطوا بقلبها حطوا، انا بصراحه اليوم اخترت البصل مع الجزر واللحمه. رح احط يعني هم حاحط كل الكميه، هاي الكميه بتكفيني. رح اقيم وحرك كمان، خليها لحتى تتقلى عندي تقلايه خفيفه. شو رايكم بهذا الوقت نروح على الخلاط لبين بس ما تتقلى عندي جزر شوي ونساوي البندوره. هلا انا هون بدي استخدم دبس بندوره من شركه ريد جولد، هلا حاستعمله انا وياكم، بس مع ذلك ما بنستغني عن عصير البندوره الحمراء. نقطعها هيك. هلا هي الكميه بتكفيني، رح اقيمهم وحطهم على الخلاط ونعصره. يعني الصوص سهل، هو مثل صوص البولونيز، فيكم تضيفوا مثل ما قلت اي نوع من الخضار انتم بتحبوه. هاي الكميه بتكفيني، حنحطها على الخلاط تكون عندي تقلت شوي. نشغل لاحظتوا البندورة عندي ما كثير جابت اللون اللي انا بدي اياه، لهيك هلا رح استعمل شوي من دبس البندورة من شركة ريد جولد ظريفة. هلا هون بلشت عندي هون تتقلى البصل والجزر، سوري. حنضيف اللحمة، هون عندي بقية لحمة ناعمة، يعني مو هبرة مفرومة على السيخ. كمان رح قليهم معاهم. شو رح حط عليها؟ رح حط هون اوريجانو. طبعا نحن متى ما قلنا باستا وصوص احمر الاوريجانو هو العنصر الاساسي تبعه، حنحط بابريكا وملح وما بننسى الفلفل الاسود. يا سلام على هالريحه. هلا ما فيني اضيف البندوره لحتى شوي عندي بصراحه تتقلى اللحمه. هلا انا شو رح اعمل بغيابكم؟ رح استنى شوي على اللحمه لحتى تستوي.
يعني بس حتى انه خلص استوت عندي راح اقيم وضيف عندي مثل ما انتم شايفين عصير البندوره يلي انا عصرته قبل شوي مع معلقه من دبس البندوره وخليها هيك لحتى تختر منيح وتكون كمان سلقت عندي المعكرونه ونطبق انا وياكم الشكل الجميل والرائع جدا كالعاده. تماما ومنيحه هالاكله اليوم ما بدها نزله كثير على السوق بهالاجواء مو منيح. سمعت انت اساسا ما في صار خضره خميس وجمعه وسبت. شفتوا هما دارسه السوق فبتشوف انه شو الاسهل لست البيت فبتختار. انا عم بعمل لون. شكرا يا شيخ. اهلا وسهلا. يعطيك العافيه. يا صباح الخير عن جديد لكل ستات البيوت اللي انضموا معنا هلا وما عرفوا نحن اليوم شو عملنا. اليوم رحنا على الباستا ولكن هيك اليوم شكلها بده يعني بده بال طويل هيك وحده جعباله دلق جوزة او بيت حماها يعني نوعا ما حنشتغل على الشكل. حنعمل باستا بالصلصه الحمراء وجنب منها رح نعمل سلطه الباستا البارده. هلا بغيابكم رح احكي شو عملت هون مثل ما انتم شايفين. اول شيء خلينا نحكي على هدول اللحم. هون قليت بصل مع سمنه حطيت كمان قليت معهم جزر ناعم مع فليفله خضراء بهذا الشكل ضفت عليهم ملح اللحمه يعني وحطيت ملح فلفل بابريكا واوريجانو هيك صارت عندي حشوه جاهزه. طبعا فيكم تضيفوا انتم يلي بدكم اياه بتحبوا تحطوا درع بتحبوا تحطوا فطر يعني هي الحشوه انتم بتتحكموا فيها بالشكل اللي انتم بدكم اياه. ممكن ناس فيجيتيريان ما بدهم يحطوا لحمه ممكن بس خضار بتطلع باستا يعني خارج النباتيين. هلا هون سلقت الباستا اللي هيك حنقعد هلا على رواق انا وياكم نعملها وهون بلشت عملت كمان الصوص الصلصه الحمراء بغيابكم. قليت بصل مع ثوم مع معلقتين دبس بندوره من ريد جولد وحطيت فوق منهم عصير بندوره عصرتهم على الخلاط وتقريبا صارت عندي جاهزه. هلا انا كيف بدي اخذ قوام الصوص اللذيذ وجدا والرائع رح اضيف عندي هون نقطه مي على معلقه النشا. دائما اتبعوا هي الطريقه بكل الصوصات اللي انتم بتعملوها بيعطيني القوام الحلو اللي انا فعلا بدي اياه وشكل وطعمه وكله يعني بيطلع مثل ما بيقولوا انسيابي. هلا هي معلقه النشا انا بسميها معلقه السحريه رح نقيمها ونضيفها وبهي الثانيه متى ما انا ضفتها عندي قوام الصوص بصير بياخذ لعق هيك غشك يا سلام وهيك صار عندي خالص رح طفي تحته. هلا هون انا بلشت اصنع عندي مثل ما قلت للباستا تبع السلطه اي نوع سلطه اي نوع باستا انت بدك اياها انا اخترت هذا الشكل اليوم. طبعا حطيتهم هلا على السلق سوري خليهم لحتى يغلوا معي. دائما الباستا سر نجاحها انها ما تكسر معي بالذات هي البيت الديربي او من الا البوري. اهم شيء نحن ما نسلق مثلا قالوا لنا 10 دقائق انا بسلق 8 دقائق او 9 اول ما بطلعها من الغاز بحطها فورا تحت المي يعني انا ما بقيمها وبتلقى بقلب مثلا مصفايه ممكن تلزق وتكسر معي بردها بعدين بحطها بالمصفايه يعني مرحله المصفايه دائما خليها لاخر شيء. هلا قبل ما نبلش نشتغل بهي خلينا نطبق الباستا او سلطه الباستا السهله اللذيذه. هون حطيت فضيت هون عندي معلقه علبه من المايونيز صغير حضيف معها معلقتين من كاتشب ريد جولد وراح احركهم. في ناس بتضيف لها نص ليمونه نص بردقانه شو بتحبوا انتم فيكم تضيفوا بس هيك كمان بتطلع معنا كثير ظريفه. ومثلا اذا حبيتوها شوي على حده كمان ممكن تضيفوا شوي من الشطه هيك صارت عندي او بيقولوا له هذا المايو كاتشب تقريبا او الكوكتيل. هلا هيك حنقيمه على جنب. هلا متى ما سلقت عندي المعكرونه رح اضيف مثل ما انتم شايفين الصوص اللي انا عملته رح اضيف عليه فليفله حمراء وخضراء لذينه ورح اضيف عليها كمان شوي من الذره وشوي من الجزر. يعني طبعا بالسلطه انتم بتتحكموا فيها الخضار اللي انتم بتحبوا تحطوه حطوها بس بتمنى الجزر يعني بعد ما تقطعوه هيك شوي بصراحه تسلقوه هيك ولو سلقه خفيفه مشان ما يقرش معنا يعطي شوي طراوه يعني يكون منسجم شوي مع الفليفله مع الذره ما يكون القوام تبعه قاسي. طبعا هلا حنبلش باللي عم قلكم عليها حبالها تدلي بيت حماها جوزة هيك على السهره جات مرتب. هلا رح نقيم شوي من الباستا بدها وقت هي
هيك بدنا نحاول نعمل شكل دائري، يعني هي شوي بدها تاخذ وقت مثل ما انتم شايفين، يعني بدي احاول اعطيها شكل كيف الانجينار هيك، يعني دوائر. حرد ارجع كمان اخذ، يعني هلا انا قعدتي وسهرتي هيك قعدتي عليه هون. تمام، حط فنجان قهوه، بس يعني مو لهالدرجه انه بدها شغل. لا حورجيكم اول شيء شكل كيف صار معي دائره هيك بهذا الشكل. هلا رح نقيم ونحطه بقلبها الحشوه، ومثل ما قلت الحشوه اللي انت بتحبيها ست البيت، انت اللي بتفضلي فيكي تحشي. كمان حنضيف هون شوي، مثل ما قلت ممكن تصير للفيجيتيريان، بس شيلوا اللحمه وعبوها خضار، ممكن درة ممكن فطر بهذا الشكل. رح ورجيكم كمان كيف صارت معي، كثير كيوتة عن جد، شفتوا كيف. هلا حنرجع نعمل كمان وحدة ثانية، يعني سباكيتي قد ما حاولنا انه نحاول نشتغل عليها انها تطلع هيك لفة وحدة ما بمشي الحال، بالايدينا بنحاول. حساوي وحدة ثانية كمان، يعني عن جد جربوا تعملوها شكلها على الطاولة بالعزايم بياخذ العقل. هلا هون رح نعمل هاي، واحكي لكم هلا شو رح نعمل انا وياكم مشان اذا رجعتوا لعندي بعد شوي وشفتوا الشكل اللي فعلا لا يقاوم، وبالذات لعشاء الباستا انه شو عملت. مثل ما انتم شايفين هلا حكمل انا هيكم احلاهم عن جد، شو كيوتين عن جد، لذيذين كثير طلعوا. هلا شو رح ساوي؟ رح ورجيكم هون عندي صوص البندورة اللي صار عندي جاهز، القوام تبعه لذيذ، شايفين؟ مبين؟ تمام. هلا مثل ما هو رح قيمه بعد ما اخلص انا ساوي هدول، تقريبا بيطلعوا يعني بيطلعوا شي ستة بعد منهم. انا من على الاطراف بدي مو فوقه مشان ما ينتزع عندي الشكل، لحاول من على الاطراف عبي الصوص من تحت، وبعدين حجيب شوية اشقوان حطهم على الوش. وبما انه هي اوريدي مستويه عندي، يعني ما بتاخذ معي اكثر من 5 دقائق بالفرن، رح شعل عليها من فوق على حراره متوسطه. ومثل ما قلت لكم حنطبق كمان سلطه المعكرونه، وبترجعوا لعندي لحتى تشوفوا الشكل النهائي الجميل. شكرا يا شيف، شكرا لك، الف عافيه. شكرا شيف. يا صباح الخير عن جديد لكل ستات البيوت اللي ناطرين يشوفوا الشكل النهائي اللذيذ كيف طلع معي. ومثل ما انتم هون شايفين سلطة الباستا عندي صارت جاهزة، بردتها منيح بالباستا وحطيت فوقها الخضرة مع الخليط اللي ساوينا انا وياكم اللي هو المايونيز والكاتشب، وهيك صار عندي كمان الشكل الجميل للباستا بالصلصة الحمراء. وعن جد شوفوا احلى هيك، يعني شكلهم كيوت وهيك، حتى وقت من نعبيهم يعني نوعا ما انا بصراحه حبيتهم. انتم شو رايكم؟ لا غير الشكل بصراحه. اي انا حبيت المعكرونه السلطه. السلطه انا ورطة عنا عليا. هلا حنشوفها نص بالنص. شكرا يا شيخ. يا اهلا وسهلا، شكرا لك، الله يعافيكم.